رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة رئيس مركز العيساوية الأستاذ عبيد بن الفلاح الحربي سلمه الله، أصحاب السعادة والفضيلة والحضور الكرام، أهالي العيساوية، أصحاب العلم والمعرفة والإعلام، الضيوف الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نجتمع وإياكم على الحب والتقدير، ونبث لكم أعلى عبارات الترحيب، ونسعد بحضوركم في هذا المساء العليل. باسم أهالي العيساوية، أهل الكرم وأهل الحمية، حياكم الله في مهرجان العيساوية تحت مسمى عيدكم فرحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 للهجرة، وكل عام وأنتم بخير، والذي تنظمه وتقيمه بلدية العيساوية والمجلس البلدي في العيساوية. في هذا اليوم المبارك، ثاني أيام عيد الفطر السعيد، أهالي العيساوية يرفعون الشكر الجليل لهذه المناسبة العزيزة للمولى جل وعلا، ثم للقيادة الحكيمة ولولاة أمرنا حفظهم الله، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، على ما ننعم به من رغد العيش والحياة الكريمة والأمن والأمان. وإننا إذ نحتفل بكل محافظات ومراكز منطقتنا الحبيبة منطقة الجوف، يأتي ذلك بتوجيهات كريمة من سمو أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف حفظه الله، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف حفظه الله، وبتوجيهات سديدة من سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني سلمه الله، وبإشراف مباشر من سعادة رئيس مركز العيساوية الأستاذ عبيد الحربي سلمه الله، وبمتابعة مستمرة من سعادة رئيس بلدية العيساوية المهندس تركي السلامة سلمه الله، وسعادة رئيس المجلس البلدي بالعيساوية الأستاذ محمد بن مسلم الدوكة سلمه الله. حفلنا الكريم خير بداية، خير بداية آيات من كتاب الله الكريم مع القارئ تركي المزودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيها الحفل الكريم، قال تعالى في محكم التنزيل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وقد قال القائل في الأثر: يا بارئ القوس أعطي القوس بريها،
الكلمة الآن لصاحب هذا الإنجاز الكبير المهندس تركي السلامة رئيس بلدية العساوية، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله هذا رئيس مركز العساوية الأستاذ عبيد بن فليح الحربي، أصحاب الفضيلة والسعادة، أخواني مدراء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، أهالي مركز العساوية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في احتفالية أهالي مركز العساوية بعيد الفطر المبارك للعام 1438 هجرية. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، اللهم آمين. ها هي مدينتكم العساوية، نحتفل بكم قبل احتفالها بالعيد، فأنتم رأس مالها وأنتم رجالاتها وأهلها التي بكم تسعد وتتفاخر. ما ترونه أمامكم ما هو إلا من جهودكم وعطائكم وحبكم لمدينتكم ريحانة الوادي. وما هي مجهودات البلدية التي قامت بها إلا الشيء اليسير من بحر عطائكم. إن هذا العيد السعيد يأتي لنلتقي وتلتقي قلوبنا بالمحبة وتتصافح ولنجعل حب مدينتنا غاية وتطورها ورقيها مقصدنا. وما شهدنا منكم من عطاء يدفعنا إلى تقديم المزيد من العطاء بإخلاص لنصل سويا إلى مصاف المدن الكبيرة. نحمد الله على النعمة التي لا تعد ولا تحصى في ظل قيادة حكيمة كريمة نبادلها الحب بالحب. فبإسمكم جميعا نرفع أسماء آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. إن بلدية العساوية ومنذ إنشائها وهي تؤدي عمل متواصل ودؤوب لخدمة المواطنين، حيث تقدم العديد من المشاريع والمنجزات الحضرية والخدمية للمواطنين بالعساوية من القرى والهجرة التابعة التي يبلغ عددها 28 قرية وهجرة. إننا وفي ظل رعاية قيادتنا الرشيدة ومن خلال سياستها الحكيمة على أتم الثقة لأننا ماضون إلى حيث الطموح وتحقيق كافة التطلعات، متمنين الدعم والرعاية والتوجيه التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف حفظه الله، وسمو النائب الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود لمشاريع وبرامج بلدية العساوية وجهودها في كافة المجالات، ومنها مجال خدمة المجتمع وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات كاحتفالات عيد الفطر المبارك التي تجمع أفراد العائلة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وتتيح للجميع مصادر الترفيه الهادفة. كما إن هذا الاحتفال سيقدم حزمة من الفعاليات الترفيهية والفنية والمسرحية وتقديم العديد من الهدايا والجوائز للحضور ابتهاجة وفرحا بالعيد. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة محافظ القريات ولرئيس مركز العساوية ولسعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبد الله القحطاني صاحب الدور الهام والداعم والموجه الأول للارتقاء والتطوير في العمل في البلدية، ولجميع الجهات المشاركة الحكومية ولزملائي اللجان العاملة والقائمة المتواجدة لإنجاح هذا الحفل. وبهذه المناسبة لعلنا لا ننسى أن ندعو لأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم ومقدراته واستقراره وراحة أبنائه
وهم يسطرون أجمل ملحمة وطنية من ملامع التاريخ المملكة. شكرا لكم أيها الحضر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. أيها الحفل الكريم، نحتفل وإياكم في أجواء الأمن والرغد والإطمئنان، ولا ننسى جنودا يحمون بلدهم على حدود هذا الوطن الغالي، فلهم منا أصدق الدعوات القلبية بالنصر والعز والتمكين. اللهم عجل بنصرهم، وتقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، ومكن لهم العزة والنصر والكرامة. أيها الحفل الكريم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كلمة أهالي العيساوية يتفضل بإلقائها سعادة رئيس المجلس البلدي بالعيساوية الأستاذ محمد بن مسلم الدوكة، يلقيها بالنيابة عنه المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالعيساوية وعضو المجلس الأستاذ خالد بن فرحان أبو دينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس مركز العيساوية الأستاذ زيد بن هيح الحربي، أصحاب الفضيلة والسعادة الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء أعضاء المجلس البلدي، أقف بين يديكم لألقي الكلمة نيابة عنكم وفي هذا الحفل المبارك، في حفل مهرجان العيساوية تحت شعار عيدكم فرحة. قيادة الرشيدة قيادة سلمان الحزم حفظه الله ورعاه، وفرحة محمد الرؤية بتولي سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ونائب الرئيس ونائب لرئيس مجلس الوزراء، وفرحة بما نسمعه ونشاهده ويسطره أبناؤنا أبناء القوات المسلحة البواسل في كل مكان في داخل المملكة العربية السعودية وعلى الحدود وعلى السبول. فهنيئا لهم الدرجات العلى التي بلغوها في الجهاد في سبيل الله وعن الزود عن حمى الوطن، وفرحة بمقدم نائب السمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف، وفرحة بالعيد السعيد، وفرحة بحضوركم واجتماعكم، وفرحة بما نلمسه ونشاهده من إنجازات لبلدية العيساوية بقيادة المهندس تركي السلامة حفظه الله، وفرحة مستمرة بتلك الثقة التي منحتمونا إياها. باسمكم تحدثنا، وبصوتكم طالبنا، وبعتابكم شحذنا الهمم، وبهمومكم عقدنا إرادة السير قدما، فكنا مرآتكم لكل مسؤول وصاحب قرار. فحياكم الله في هذا الحفل الذي هو منكم وإليكم. وكلمة أخيرة لإخواني شباب وأبناء أهالي العيساوية نؤكد عليها، وهي أهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة والمشاريع التي تنفذها البلدية والممتلكات الخاصة بالدوائر الأخرى، فهي لنا جميعا، والحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعا، ولتتمكن البلدية من تقديم المزيد من الخدمات الأخرى التي تكفل راحة ورفاهية المواطنين العيساوية وقواها وضيوفها الكرام وعابر السبيل. وفي الختام أكرر شكري لكم جميعا على حضوركم وتفاعلكم، ومن فرح إلى فرح إن شاء الله بتفاعلكم وبتفاعل جمهورنا الكريم. نستمتع وإياكم الآن مع أبريت العيساوية من كلمات الشاعرين عبد الله السالم وعبد المجيد العادل، مع النجم المبدع المتألق المنشد المثنى ابن عوض. سلامي يا بيغنية تسليمة جلطة مثنية على أهل الفزعة والهية تصل أهل العيساوية. سلامي يا بيغنية تسليمة جزيلة
الشعب السعودي مهونها ما دام اننا في ظلم مشت الملك سلمان ولا نشتكي حاجه ولا نخترش منها. هذا هو الإبداع بعينه، فيشق للإبداع نفسه أن يفتخر بهذا الإبداع الكبير. الآن تكريم الجهات الحكومية المشاركة. يتفضل الآن سعادة رئيس مركز العساوية وسعادة رئيس بلدية العساوية
بالتفضل على المنصة. أولاً تتشرف بلدية العيساوية بتكريم رئيس مركز العيساوية الأستاذ عبيد الحق، رئيس مركز قليل فضل الأستاذ مجدالله سنين، المجلس البلدي بالعيساوية، مركز شرطة العيساوية، مركز الدفاع المدني بالعيساوية، مركز الهلال الأحمر السعودي بالعيساوية، مؤسسة سايب مسلم الدوكة للمقاولة، شكرا للمكرمين والمكرمين. تسحب على الجوائز في الفترة الأولى. فأنا بالجائزة الأولى. طبعا الآن الفترة الأولى مقدمة ثلاث جوائز إن شاء الله. الرقم هو 00-3-1 يعطيك العافية. أنا أستأذنك سعادة مدير مركز العيساوية يتفضل بتسليم الجوائز للأستاذ تركي السلامة. صورة 1-1-4 0-1-1-4 الرقم هو 0-0-8-3 0-0-8-3 ها وينه 0-0-8-3 0-0-8-7 الرقم الآخر أو الأخير 0 رقم مميز صراحة 0-1-1-1 0-1-1-1 ما شاء الله وصل ما شاء الله فضل مني مين أيوه مبروك تفضل I'm
تشال خطايا.